طاق فنان. مشاهدينا، برنامج طاق فنان مازال متواصل، وفي كل حلقة كان طاقي وضيف جديد، وضيفنا لهذه الحلقة هو. السلام عليكم، معكم الفنان أسامة عبد الدايم، تابعوني في طاق فنان مع أسامة على كاب 24. عليت عيني للسماء وبكيت وتأمل في خلق ربي سبحانه، منه أنا تعلمت. عليت عيني للسماء وبكيت وتأمل في خلق ربي سبحانه، منه أنا تعلم. بعد ما تعرفتم مشاهدين على ضيف الحلقة اللي هو الفنان أسامة عبد الدايم، أسامة مرحبا بك في طاق فنان. شكرا أسامة، وتحياتي لك وتحية للطاقم ديال البرنامج وكل مشاهدين كاب 24. شكرا للاستضافة. بداية بغينا نعرفوا شكون هو أسامة. باختصار، أسامة عبد الدايم فنان مغربي بمواليد مدينة طنجة، حيث تربيت فيها وترعرعت وتخرجت من المعهد الوطني للموسيقى. الفضل كيرجع عن واحد الأستاذ ديالي الله يذكره بخير، الأستاذ إسماعيلي عبد البصير، هو اللي أول من اكتشف فيها الموهبة الفنية. بعد ما تخرجت من المعهد شاركت في مهرجان أنغام للأصوات الوعيدة، والحمد لله توجت ب تنويه خاص في مجال الغناء، ثم بعدها شاركت في برنامج نجوم الغد، والحمد لله توجت من بين الأربع الأوائل من بين 20 في النهائيات اللي كانوا. أول ما غنيت أغنية مارسيل خليفة، أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، وكنت سجلتها في برنامج في الإذاعة الوطنية في التلفزيون في برنامج العالم الصغير. وخامنا شي مقطع. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وأعشق في الطفولة يوما على صدري يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي، من دمع أمي. تبارك الله عليك. وخضرنا شوية على العمل الأخير، الملحمة الوطنية تحت عنوان توبة. كان لي الشرف أنني أشارك في هذا العمل اللي هو عمل وطني بطريقة جديدة، هو حسب موضوع ديالها والتوزيع ديالها. مشاهدينا، نبقاو مع لقطات من العمل الفني الوطني التوبة. المغرب وطنكم والبيع في عمكم، وهي راس مالكم بيع رجال ونصاب، ما تبقى فيكم حمى. رجعنا لكم مشاهدينا، احنا على مشاريف انتهاء السنة، شنو هي أسوأ وأحسن حاجة وقعت لك في 2017؟ خيانات مع الأصدقاء اللي الحقيقة ما كنتش كنتظر منهم أنهم الخيانة. وأحسن حاجة في سنة 2017 الحمد لله هي تلقي خبر تتويج ابنتي صابرين بحصولي على الشهادة الجامعية من جامعة السوربون بباريس. كنت من نولة التوفيق وعقبال الماستر والدكتورة إن شاء الله. رب إن شاء الله. شكون هو الفنان اللي تبغيت من المعاديو؟ إلا كان أسماء المنور، أحسن صوت مغربي أحبه وأحب أن أتعامل معه. وصلنا مشاهدينا لفقرة الطاق، إذا طاقينا أسامة مع المدرسة. المدرسة جزء من حياتي. إذا طاقيناك مع كلاسيكو. كلاسيكو مدريد، أنا متفرج عادي. إذا طاقيناك مع الفنان شقارة. شقارة مدرسة غنائية كبيرة ولن تتكرر. شنو الجديد ديالك؟ الجديد ديالي أنا كنشتغل على واحد البرنامج إن شاء الله احنا بدينا فيه مع الفريق ديال العمل، هو اسمه طربيات مع أسامة عبد الدايم. غادي نحاولوا من خلاله أننا نبشوا في بعض الأغاني الخالدة التراثية ونقدموها بموازنة
وزاد ذلك انا ان شاء الله خدامين على واحد الاغنيه سينجلز ان شاء الله غادي تكون في افق شهرين من الان، ابتداء من شهر 1 2018 الله تكون ان شاء الله نزله. نتمنوا انها تكون في مستوى تطلعات الجمهور ديالنا. اخر كلمه شنو تبغي توجه للجمهور ديالك؟ احيي الجمهور، كنقول لكم بان احنا انا كنبغيكم وانتم هما النفس اللي كنتنفسوه وانتم هما الدافع والحافز اللي كيخلينا دائما نشتغلوا. فتقديري واحترامي لكل من يحب اسامه عبد الدايم. شكرا اسامه على الحضور ديالك لبرنامج تاك فنان. شكرا لك اسامه، وشكرا للطاقم، وشكرا لكل المشاهدين كاب 24. شكرا لكم ايضا مشاهدينا محبي برنامج تاك فنان. كنضرب لكم موعد في حلقه مقبله مع فنان جديد. بسلام عليكم. علت عيني لسماء وبكيت وتأمت في خلق ربي سبحانه منه انا تعلم.